مين بيخبط دلوقتي؟ ما تفتحيش السفينه حسنا. انا ابراهيم. مين؟ سامح، انا ابراهيم، افتحي. ابراهيم اسمع لحالك يا اخويا. الحمد لله بسلامة، الحمد لله بسلامة، الحمد لله انك بخير يا ابراهيم. صبر يا نور، شد حيلك. اشرف مات يا ابراهيم، اشرف مات. مش كده، مش كده يا ماما، اشرف شهيد. شد حيلك يا ماما، البلد حملتني. صبر يا نور، صبر يا ماما. اسمع الكلام يا ابني وبطل عند. اديك شفت عطيه ورجالته عينهم على البيت ازاي، ودول لو مسكوك الحكومه تبقى ارحم لك. يا رئيس نعمل ايه؟ استنى لحد ما الحكومه تطب علينا واقف اتفرج عليهم؟ لا، لو ده حصل لا قدر الله بلدنا شوارعها ضيقه، هنحس بيهم وهم في اول البلد. بعدين يعملوا عليا كماشه مش كده؟ انا عندي ممر يطلعك من هنا على الجبل على طول. اتهد واقعد بقى، ولا هما مدك على رجليك؟ انا مش فاهم انت ازاي واخد الموضوع ببساطه كده. انا لو اتمسكت انت اول واحد هتروح في 60 داهيه. محدش هيروح في داهيه. ليه ان شاء الله؟ ما قلنا ما تبقاش عبيط ومال. انت انكتب عليك مشوار ولازم تمشيه لاخره. ومن كتبت عليه خطى مشاها. طب عطيه؟ عطيه ده مشوار انا ربنا حطه في طريقي من وهو عيل صغير، ويمكن ربنا جابني البلد دي مخصوص علشان. ايوه ناوي تعمل معايا ايه يعني؟ ومن كتبت عليه خطم مشاها. اعمل اللي عليك وارمي توكالك على الله. يعني عايزني احط ايد على خدي واستنى مصيبه لحد ما تجيلي؟ اعقلها وتوكل. وابراهيم عم الشيخ، هنعمل ايه مع ابراهيم اللي مش لاقينه لحد دلوقتي ده؟ ما نقدرش نعمل حاجه غير ان احنا ندعي له. أنا هقوم أصلي ركعتين قبل الفجر وأدعيله إن ربنا يحرسه ويحرس طريقه. كل كل يا أخويا كل. الحمد لله، والله أنا شبعت لما شفتكم يا سميحة. على عيني حبيبي المرمطة والشحطة اللي أنت فيها دي. خد يا حبيبي. أنتوا كنتوا وحشيننا أوي أنتوا والبنات. خلي بالكم منهم. في عينيا. بس انت بس بتبقى وحشهم شوية. وانت يا نور شد حيلك يا ماما. انا عارف يا حبيبتي ان انت في امتحان كبير، بس هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا يا ماما، قدر. وبعدين اشرف في حتة حلوة عند ربنا فوق، كلنا نتمنى نروح عنده. شد حيلك كده يا ماما وحد الله. لا اله الا الله. الفراق صعب قوي يا ابراهيم. الفراق صعب علينا كلنا يا نور. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. مش هتقول لي برضه يا ابراهيم انت قاعد فين؟ بس يا سميحة، انا الحمد لله ان انا قدرت اجي اشوفكم واطمن عليكم، بس غير كده مش هقدر يا حبيبتي. اذا كان عليا نفسي اكلمكم في التليفون كل يوم، بس ما اعرفش وما اقدرش، احسن يكون في حد مراقب التليفونات. طب اخرتها يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله، ان شاء الله خير. ما فيش حد بيفضل في كربه طول عمره، بس ربنا يفكها ان شاء الله. يا رب. انا عايزكم كده تاخدوا بالكم من البنات وتاخدوا بالكم من نفسكم. بس ابص على البنات قبل ما امشي. طب خدهم في حضنك اشبع بيهم شويه. مش هقدر يا سميحه، احسن عيله منهم تصحى ولا حاجه وانا مش ناقص تشبط فيا ولا حاجه. انا هقوم امشي قبل ما الدنيا تنور وحد يلمحني ولا حاجه. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الله يا شيخ المصحف. منا ومنكم إن شاء الله. وبصحيني قبل الصلاة. وعينكم ما تغيبش عن بيت صالح. ولو حصل أي حاجة فيها مخالفة لأوامري تبلغوني في ساعتها. ولو أي حد من الاتنين اللي جابهم معاه دول حاولوا يحطوا طوبة واحدة في البيت
تتكسر رجله قبل ما الطوبه دي تتحط في مكانها. مفهوم؟ مفهوم. بسم الله. يا ابني وحد الله واهدى شويه. لا 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 الله يا شيخ صالح، انا كل ده ماشي ورا كلامك. خلينا نشوف بقى ابراهيم راح في اي داهيه. انت ليه ما بتسمعش كلام حد وما بتكبرش لحد؟ بقول لك انت كمان، انا اسكت بس عشان الراجل الكبير ده واقف. كلمه تانية اعصابها تفلت ومش عارف انا بعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ بطل الكبر اللي انت فيه ده وفوق شويه، ولا علشان انت ظابط يبقى فاهم اللي محدش فاهم. لو قعدتك هنا خطر ايراد، لو مشيت من هنا هيبقى خطر 24 ايراد. تقدر تقول لي بقى لو مشيت من هنا وتعرف ان انت كنت عندنا واتمسكت مش هنروح كلنا في داهيه؟ بطل بقى جو، انا عايز امشي عشان احميكوا الحبتين دول، علشان ده كله كلام فارغ. انا حتى لو اتمسكت عمري ما ابيعكم. مش معنى شايف ان ابراهيم ممكن يبيعنا؟ ليه مصر طول الوقت ان انت احسن منه ومننا ومن الناس كلها؟ كفايه كده يا هدى. اسمع يا ابني، احنا قلنا لك اللي يريح ضميرنا عند ربنا، وانت حر. واعذرني في طريقه هدى، اصلها طالعه لامها ما تعرفش حد في الحال. السلام عليكم. انت كنت فين؟ انت حمار يا بني ادم ولا ما بتفهمش ولا حكايتك ايه بالظبط؟ سليم ما يصحش كده، ده في بيتي. ده كان هودينا كلنا في 60 داهيه بغباوته دي. مش غاب يا سليم بيه، ولا هتصرف تصرف اضر بيه حد منكم. عارف ليه يا سليم بيه؟ عشان انا بفهم في الاصول وبصون العشره والعش والملح، واي حد اللي جميل عليا بشيله فوق راسي. بس غصب عني هعمل ايه يعني يا سليم بيه؟ انا بني ادم زي زيكم، ولما جالي الخبر ما قدرتش استحمل ونزلت جاري عشان اطمن على اختي. وانت لو مكان يا سليم بقى تعمل كده، وهتعمل اكتر من كده كمان عشان تطمن على اختك. وما يخزى يعني يا سليم بيه، ما كنتش عايز اقولها لك، انا اختي مش اقل من اختك ولا انا اقل منك. هدى خد ابراهيم واطلعوا بره. يلا. زعلش يا ابراهيم، طمني اختك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله ربنا يصبرها. طب تعالى تعالى نطلع بره طمني عليها. في كلمتين لازم تسمعهم وما ينفعش يتأجلوا. خلاص بقى يا ابراهيم ما تضايقش نفسك، انا عارفه ان انت حقك تعمل اكتر من كده كمان، بس عشان خاطري ما تزعلش. مش المهم ان انت اطمنت على اختك وطمنت اهلك عليك وكمان رجعت لنا بالسلامه؟ والله يا انسه هدى، انا لو كنت اتمسكت عمري ما كنت اجيب سيرتكم ولا سيرته في اي حاجه، ان شاء الله حتى اقطعوا لحمي. انا مش خسيس عشان اعمل كده مع الناس اللي وقفوا جنبي وساعدوني، وأولهم هو. مش محتاج تقول ده خالص، أنا عارفة والله. ممكن بقى تسيبك من اللي حصل وما تفكرش في حاجة؟ أنت أكيد تعبان وما نمتش من امبارح والمشوار هد حيلك. هجيب لها غطا وأنام على الكنبة وأسيبها على الله. ربنا يخليك يا أنسة. بص يا ابني، أنا شايف إنك هالك نفسك في حروب في 600 حتة وناسي أهم حاجة، حربك مع نفسك، واللي من غيرها مش هتعرف توصل لأي حاجة في بقية الجهات. يا عم صالح أقدر اللي أنا فيه. أنا مقدر يا ابني، بس مش عارف إيه حكمة ربنا في اللي أنت بتعدي فيه ده. بس أنت مش هتعرف تطلع منه إلا لما تتغير. أنت هي مشكلتك مع ليه خايف منه وحاسس انه خطر عليك وما انتش حاسس ان انت خطرك عليه اكتر؟
ليه شايف إن مخه أقل منك؟ ليه شايف إنه أقل في جدعنته وشهامته؟ هدى كان معاها حق لما قالت لك إنك شايف إنك أنت فوق كل الناس وأحسن منهم. لا يا ابني، أنت زي إبراهيم وزي كلنا عبيد ربنا، مفيش حد أحسن من حد، وفينا الحلو وفينا الوحش. لا يا عم صالح، لا مش أحسن من حد. مش لازم تقولها، بس هو ده اللي جواك. أنت عايزه يطمن لك إزاي وأنت مش مطمن له؟ عايزه يحبك إزاي وأنت مش عارف تحبه؟ فكر في الكلمتين دول يا سليم، يمكن يكون فيهم نجاتك. ألو، صباح الخير يا أحمد، إزايك؟ عامل إيه؟ فاكر موضوع رقم صاحبتي اللي اتسرق منها وطلبت منك إنك تعمله تراكينج؟ أيوه، ما أنا عارفة 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 إنه مقفول، بس أنا عايزك ترجع تتابعه تاني من فضلك، وأول ما يتفتح بلغني على طول. أصل دي أنت بصراحة قلقانة جدا، الراجل اللي سرق الموبايل قاعد بيهددها كل شوية، والموبايل كان عليه صور خاصة بيها، وجوزها لو عرف حاجة زي كده ممكن يطلقها فيها. معلش يا أحمد، أنا متشكرة جدا بجد، عارفة إن الموضوع ده ممكن يوديك في داهية، بس فعلا مش هنسى لك الجميل ده. مين ده اللي هيروح في داهية يا فريدة؟ طيب أوكي، باي باي. لا لا، مفيش حاجة، أنت ما قلتليش إنك جاية. جاي أصبح عليك يا فريدة، ممكن أدخل؟ معلش ياسر، مش هلحق أقعد معاك، بس أنا عندي مشوار مهم جدا، لازم ألحق أقوم أعمله دلوقتي حالا. أنا آسف، معلش. سليم بيه الأنصاري، إلهي ربنا يكرمه ويطول في عمره، سطر بنتي جميلة في رقبتي، مش هنساله العمر كله. هاي رأيك؟ ده تحفة، بس أنت لحقت أنت تصور الفيديو ده؟ لحقت يا بنتي، أنا ظابط. صحيح موقوف على العمل، بس ظابط ظابط يعني. طب قول لي يا ظابط، عملت إيه في الموضوع بتاعك؟ أنا عندي تحية النهاردة، بس أنا قلت أجي أشوفك وأوريك الفيديو قبل ما أروح في داهية. لا لا لا، ولا داهية ولا حاجة، ان شاء الله الموضوع هيعدي وكانه مفيش اي حاجه حصلت. ما اظنش. ليه بس يا حسام؟ ده انت حتى لسه عامل خير، وان شاء الله ربنا هيوقف جنبك. ده انا عملته ده ما سماش خير، ده مجرد رد جميل. رد جميل لمين؟ لسليم. سليم انت رديت له الجميل بدل المره 10. وليك انت كمان. ليه انا؟ ليه؟ ده انا حتى ما بعملش حاجه غير ان انا نازله زن من الصبح بالليل بحكي لك على مشاكلي. لا، وكمان بسمعك كلام زي الدبش، وشكرا على كده. انت وجودك في حياتي اكبر جميل عملتيه لي. أنا لو قعدت عمري كله مش عارف كله لك. ما قلتليش يا حسام يعني إن أنت ليك في الاشتغالات دي. ده مش اشتغال، أنا أقصد كل كلمة أنا قلتها. طيب، بما إنك شاطر في الكلام كده، يلا قوم على التحقيق وريني هتبقى شاطر هناك إزاي، وخلاص أطمني عليك. إيه، قلقان عليا؟ أيوه أنا عارف. طيب يلا. إبراهيم، متزعلش مني، حقك عليا والله. أعصابي فلتت مني كده، مش عارف إيه اللي حصل، معلش. أعصابك بس اللي فلتت؟ دي إيدك كمان يا عم. خلاص بقى، قلت لك ما تزعلش، حقك عليا. أنا هعمل إيه بس يا سليم بيه؟ ما أنا ماشي وراك زي الجزمة، وفتحتش بقي بكلمة. بس هعمل ايه؟ أختي وعيلة واتكسرت وملهاش حد في الدنيا دي غيري. معلش، بعدين انت مش طمنت عليها وطيبت خاطرها بكلمتين. خلاص خلاص بقى يا عم، قول بقى كويس ان شاء الله. يلا يلا قوم يا عمو، مش عارف انام من غير صوت شخيرك، قوم يلا. انا وانا بس اللي بشخر؟ ما انت كمان بتشخر يا سليم بيه. نعم بتشخر وبتشتم كمان وانت نايم، بس أنا بتكسف يعني أقول. ما تظبط يا إبراهيم. خلاص يا باشا براحتك، شخر زي ما أنت عايز. حقك عليا، ما تزعلش. يلا بقى عشان الناس تقعد براحتها في بيتها، يلا قوم.
احنا براحتنا هو يا سليم، ولا انت بتتلكك بينا؟ خليك صريح وقول انك ما قدرتش على بعده. اه بتلكك، ما قدرتش على بعده بصراحه. بعدين ابراهيم بقى زي اخويا وعشره. خلاص خلاص هدى، تعمل لنا لقمه ناكلها سوا وبعدين ناموا لحد ما تشبعوا. انا هنزل فيديو بتاع حنان، وهنزل كمان الفيديو اللي صوره حسام البنت بتاعت المقابر دي، وعايزين نكتب هاشتاج سليم الانصاري بريء ونزود هاشتاج حقيقه سليم الانصاري. ها شايفه ايه؟ انا حاسه ان الفيديوهات المره دي هتفرق قوي، عشان اللي بيدافعوا عن سليم المره دي ناس عاديه مش اهله او صحابه. ده حتى حسام شايف كده. اه يا غيبة، رأيه مهم. ويلا روح شوفي بتعملي ايه عشان خاطر ورايا حاجات اعملها. يلا باي. طب انا مش فاهم انت ليه زعلان دلوقتي؟ مش يمكن اللي انت بتقوله ده حاجه كويسه؟ حاجه كويسه ازاي بس يا بيه؟ بقول لك ده حسن الضبع وصبيه الاثنين عينهم من البت، والبت غلبانه ومسكينه ولدها لوحدها هناك مفيش حد معاها. برضه عبيط يا ابني، ما تقولش الكلام ده. ربنا معاها، هو البني ادم بايده حاجه. ونعم بالله يا شيخ صالح، بس برضه دول مجرمين. يا بني ادم افهم، اللي حصل ده ممكن يكون اول الخيط اللي نوصل بيه لبراءتك. ازاي يعني يا سليم بيه؟ انا وانت دلوقتي ما قدمناش غير حل واحد بس عشان نطلع من اللي احنا فيه. فرق تسد. يعني ايه؟ مش مشكله افهمك بعدين، بس على فكره اللي انت قلته ده حاجه كويسه مش وحشه. كل اللي يجيبه ربنا خير يا ابني. دلوقتي يا عم صالح انا عايز منك خدمه. أمر يا ابني. في حد عايزك تكلمه. اكلمه؟ مين؟ حد يساعدني ويساعد ابراهيم في مشكلته، ويساعدك انت كمان في موضوع البنا. ده مين ده يا سليم بيه؟ حوضه سيطر. طول ما انت غايب ماليش حبايب في الدنيا دي. الو؟ ايوه انا حوده، مين معايا؟ الحاج صالح، عندي شغلانه كده وكنت عايزك تيجي تعاين المكان عشان نتفق. لا من عينيا الاثنين يا حاج، تحت امرك. بس المؤاخذة يعني سعادتك، كل العنوان فين؟ والله احنا في مكان متطرف شوية. اه متطرف فين يعني؟ اه لا مؤاخذة يعني يا حاج، سؤال تاني، هو سعادتك جبت نمرتي منين؟ من زبون كان بيتعامل معاك زمان دلني عليك. واحد مين ده؟ تفتكر الزبون اللي كان معاه واحد صاحبه وجم قعدوا عندك شوية لما كان ابنك تعبان؟ وبعدين طلعوا على السطوح شافوا شوية شغل وما لحقتوش تتفقوا، لأن كان عندهم شغلانة مستعجلة في مزرعة البهايم. اه لا 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 الحمد لله. لا فاكرهم طبعا. بقول لك يا عم الحاج، الناس اللي عندك دول من خيرة الناس، رجولة وجدعانة وكل حاجة صح يعني. طيب اجي لكم يا حاج، بس لا مؤاخذة يعني، قول لي العنوان فين واجي لك امتى ان شاء الله. احنا بنسهر يا ابني، ولو تقدر تيجي الليلة متأخر هنستناك. ماشي، مع ألف سلامة. لا 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 اقفل انت يا حاج، اقفل. مع السلامة. مع السلامة، ألف سلامة. اللهم صل على النبي. شفت يا عم؟ نزلوا فيديوهات ومطلعينه فيها ملاك بجناحين، وكل الهري اللي انت فاحت نفسك فيه راح في الهوا. يا ابني انت اهبل، ده فيديوهين فاكسين زي دول يعني هيهدوا كل اللي احنا عملناه. اه رامي، عشان الناس اللي في بلدنا دي ما بتفتكرش غير اخر حاجة سمعتها، وكل اللي حصل قبل كده سلامتك. الله يسلمك يا سيدي. ايه بقى كم السواد اللي انت فيه ده؟ يا ابني وانا لقيت لون تاني قلت لا. علشان نفسك قصير وتحبط بسرعة، أي حاجة بتحصل مش لاعب. يا ابني انت اللي في ميه الترشي، قلت لك قبل كده الناس دي ما فيش منها رجا، والبلد كلها ما فيهاش فايده. ولما انت شايف كده قاعد فيها ليه؟ ما تتنقل تمشي. هو بمزاجي؟ ما مستني فرصه لغايه ما هيجي منها. على فكره البلد دي بتاعت سليم الانصاري واللي زيه، حتى وهو هربان. على فكره سليم الانصاري ده شخصيا احنا حاطين عليه بدل مره 10. انت عارف ايه اللي محيرني بجد؟ الفيديوهات دي بجد ولا تمثيل؟ ايه اللي يخلي مجرم زي ده يعمل كده؟ يابا هما يغلبوا عندهم بدل الواحد ألف يطلع يهري علينا بأي كلام، ومش محتاجين كمان يأجروهم. وفي ناس بتعمل البلاوي دي وفاكرة نفسها هي بتعمل عمل وطني. مش بقولك البلد شكرا. كنت عارفة أن هلاقيك هنا. أبويا وإبراهيم قلبين عليك الدنيا، فاكرين أنك هربت. أهرب أروح على فين؟ بس أنت عرفت منين أنا هنا. هتروح فين يعني؟ وبعدين بعد أكتر مكان أنا بحبه، أما بكون متضايقة وعايزة أفكر في حاجة باجي على هنا على طول. بس عندك حق، بلدكم فعلا حلو بس غريبة حبتين. إيه الغريب فيها بقى؟ كل حاجة، بيوتها وناسها و...
وابوكي وعطيه ده كمان. حتى انت غريبه. انا وانا مالي بقى ان شاء الله؟ من ساعه ما شفتك انا مش فاهم، حتى نقرك من نقري ومش طايقاني طول الوقت، مع اني لما عطيه جه خبتيني منه كنت خايف عليا. لا انا ما كنتش خايفه عليك، انا كنت خايفه على ابوي. وبصراحه بقى انا مش عايزه مشاكل مع عطيه اكتر من كده. على فكره اللي واقف قدامك ده ظابط مباحث، يعني بص في عين اي حد يفهم وعايز ايه وبيفكر في ايه بالظبط. ودي بقى اكتر حاجه غيظاني منك. ليه ايه؟ ظابط ظابط ظابط، زي ما يكون الظباط دول معمولين من عجينه والناس كلها معموله من عجينه تانيه. انزل بالحته اللي انت فيها يا بيه شويه على الارض وحس بالناس. ده انت فعلا مش طايقاني متغاظه مني ابدا. طب لما انت مش طايقاني بتساعديني ليه؟ ما تقوليش عشان ابوكي. انت من النوع اللي ما بيعملش حاجه غصب عنه. انا مش بساعدك عشان خاطر نفسك، انا بساعدك عشان خاطر اساعد ابراهيم، عشان انا متاكده انك بريء ومظلوم. بريء ومظلوم مره واحده؟ بص انا ممكن اكون مش طايقاك، بس زي ما بيقول ابويا ربنا عرفوه بالعقل. وانت ممكن على فكره تكون مليان عيوب، بس قتل قتل. لا مليان عيوب؟ ماشي يا ستي كتر خيرك، كفايه ان انت عارفه ان انا مظلوم وبريء. على فكره النت مقلوب عليك النهارده. وايه الجديد؟ ما هو طول مقلوب. لا المره دي مش ضدك، معاك. الست اللي انت كنت عندها والبنت اللي انت انقذتها من المقابر صوروهم فيديو وشيروا الفيديو في كل حته، والناس كلها مصدقاك ومتعاطفه معاك قوي. ومين اللي صور الفيديوهات دي؟ الله اعلم، بس زي ما ابويا بيقول ان لله جنودا لا تحصى. ربنا يسترها. يلا يا سليم يلا ننزل لابويا وابراهيم. هدى على فكره مش وحش زي ما انت فاكره. انا عارفه. اخويا نت ايه ونيله ايه اللي انت شايل همه ده؟ هو الهباب النت ده لو كان بيفلح قوي كان ده بقى حال البلد. ما انا عارف يا صفاء، بس ابن الصرمه ده الناس لما كانت قافشه عليه كانت الوزاره كلها قلب عليه، وده كان مطمني. خلاص تعالى نطفش من هنا خالص، نروح كده نشوف نفسنا في اي حته بالكام قرشين اللي معانا. تفتكر يعني ما جاتش في بالي؟ بس انا لو اختفيت دلوقتي العيون كلها هتفتح عليا، وبعدين لو انا خلعت من هنا مش هبقى عارف ايه اللي بيحصل، وساعتها لو الدنيا عكت معرفش اتصرف. وبعدين اطفش على سيب الشغل. شغل؟ شغل ده ايه؟ هو احنا بعد الفلوس دي كلها اللي خدناها من لطفي ابو المجد محتاجين بقى فلوس تاني في ايه؟ يا وليه احمر البدله الميري دي هي اللي حمياني، ولا مال قارون كله يحميني زيها. وبعدين لو اختفيت دلوقتي لو صلاح الطوخي شاك فيا ايراد هشك فيا 24 ايراد، ومش هيهدى له بال غير لما يعرف انا فين. الموضوع ده حله حاجه واحده بس وانا قلتها لك. يعني برضه مصر تنفذ اللي في دماغك يا زنيتي؟ ما قداميش حل تاني. سليم الانصاري لو مات هنخلص من ده كله، وساعتها بقى نقعد نطفش نشقلب براحتنا. وهو انت كنت عارف له طريق جره عشان تقتله؟ هعرف مكانه. وهو انت يعني يا زناتي اجدع من الداخليه دي كلها؟ لا بس مفيش حد محروق منه قدي، عشان كده كلمت واحد حبيبي في التفتيش يعرف لي وصلوا لايه في تدويرهم عليه، وساعتها بقى اعرف اتصرف. وان ما عرفتش توصل له هتعمل ايه؟ هدور على اللي وصلني ليه، ولو ما عرفتش هخليه هو بنفسه يجي له الجزمه في رقبته. قسما بالله ما اهدى ولا يرتاح لي بال طول ما هو على وش الدنيا. فهمت يا حوده اللي قلته لك ولا عيد تاني؟ عيب يا سليم بيه، بس سعادتك يعني هعطر عليه في انهي ده يا زناتي ده؟ في قهوه في اول الشارع بتاع الاسم، هتلاقي زناتي متلقح فيه على نص النهار كده، هو متعود يروح هناك كل يوم من ايام ما كنت انا في الاسم ده. خلي عينك عليه، ولما يروح القهوه تبعت اتنين من صبيانك، بس تكون مال ايدك منهم، تروحوا وتقعدوا جنبه في ترابيزه قريبه من زناتي. مهم قوي يا حوده انه يحس انهم عادي ومش قاصدين يتكلموا جنبه. طب انا اعمل لك ايه بس يعني؟ ما انت اللي غشيم، في حد يقفل التليفون فتره طويله كده؟ انا خايف لا يكون البطاريه ملحت ولا يكون دايره الشحن حصل لها حاجه، وخايف اكتر واكتر لا يكون الحاجه اللي في العده دي طارت. طارت يا جدع نهار اسود. طب افرض الكلام ده ما لفقش معايا سعادتك؟ مستحيل. زناتي ما فيش حاجه تحميه غير الفيديو ده، ومن غيره لطفي ارمي رميه الكلاب. طب مش يمكن الفيديو ده مش معايا؟